نوتيني مقر رئيس البرلمان المعروف بإطلاق تسويات سياسية شهد اجتماعا بين رئيس البرلمان نبيه بري حليف حزب الله ووليد جملاط رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي خصم حزب الله. تشير المعلومات إلى أن الاجتماع بحث إمكانية تأليف حكومة سميت حكومة طوارئ. مطلوب التنسيق الكامل، لكن في الوقت الحاضر ليس وقت الترشيح، وقت التسمية عفوا. وقد تحدث معي بالأمس الرئيس ماكرون وكان جوابي نفس الجواب، لا بد من خطوة حكومة، لا أجد الكلمة، حكومة طوارئ كي نخرج البلاد من هذا المأزق. الاجتماعات بين الأقطاب السياسية تستهدف تفادي خلافات داخل الجلسات البرلمانية، ومن المتوقع أن تشهد الجلسة المقررة الخميس نقاشا بشأن إعلان حال الطوارئ من مجلس النواب، وهذا ما يشير إليه الاجتماع الذي عقد بين رئيس الجمهورية ميشيل عون وقائد الجيش ورئيس جهاز الاستخبارات. هناك جلسة يوم غد في تمام الساعة 11 على جدول أعمالها أمر مهم، وهو مسألة إعلان حالة الطوارئ، ولذلك للتعاطي مع الساحة بما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا للاستقرار في البلد. إعلان حال الطوارئ يعني حصر الأمن بيد الجيش اللبناني، وهو بحسب مراقبين يخفف من حركة المعارضين في الشارع الذين سيصطدمون بتعليمات الجيش الصارمة، ويسهم كما يقول بعضهم هنا في تنشيط الحركة السياسية بين الفرقاء لتأليف حكومة من دون اعتراض في الشارع. حسن خريس، العربي.